وسط الشكوك التي باتت تحوم حول فعالية اللقاحات الحالية وعلى غرار بايونتيك وموديرنا أعلنت شركة فايزر وجونسون أن جونسون بدء العمل على تطوير لقاحات مضادة للمتحور أوميكرون في حال افتقدت لقاحاتهما للفعالية في الحماية من هذه السلالة مقابل التحذيرات والمخاوف يزف رئيس شركة فايزر ألبرت بورلا في مقابلة مع شبكة سي ام بي سي الأمريكية خبرا سارا حول فاعلية اللقاح الحالي الذي طورته شركته بالتعاون مع شركة بايونتيك الألمانية لكنه نبه إلى ضرورة القيام بتجارب لاختبار فاعلية اللقاح بورلا أشار في معرض حديثه إلى أن الغموض لا يزال يكتنف المتحورة الجديدة التي رصدت في جنوب أفريقيا اذا تبين ان اللقاح الحالي اقل فعاليه واصبحنا بحاجه لتطوير لقاح جديد فقد بدانا بالعمل عليه الجمعه لقد قمنا باول نموذج للحمض النووي وهو سيكون المرحله الاولى في تطوير لقاح جديد سبق لشركه فايزر ان ابتكرت نسختين جديدتين من لقاحها لمواجهه المتحورين دلتا وبيتا الا انهما لم تستخدما واكد بورلا انه في حال استدعت الحاجه سيكون لدى فايزر لقاح جدي في غضون 95 يوما بحسب قوله شركه موديرنا لم تتاخر طويلا لتعلن هي الاخرى الجمعه عزمها على تطوير جرعه معززه من اللقاح مخصصه للحمايه من المتحور اوميكرون وعلى خطى موديرنا كشفت شركة جونسون أن جونسون أنها بصدد تقييم فعالية لقاحها المضاد لكوفيد 19 في مواجهة المتحورات بما فيها أوميكرون وأنها تعمل في الوقت نفسه على إنتاج لقاح يستهدف تحديدا المتحورة الجديدة يأتي هذا في وقت يواصل فيه أوميكرون انتشاره في الكثير من دول العالم مثيرا مزيدا من الرعب والقلق ورغم انها لم تسجل الى الان وفايات مرتبطه بها الا ان منظمه الصحه العالميه حذرت من ان ظهور المتحوره الجديده لفيروس كورونا يمثل خطرا مرتفعا جدا